السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبايبنا الكرام، مرحبا بكم معنا في مطبخ العشاب. كما وعدناكم إن شاء الله وصفات شهر رمضان المبارك تدخلكم الصحة والعافية. إن شاء الله أعطيكم واحد المشروع، هذا مشروع اللي بغى يديره بالنسبة للشباب العاطل على العمل. هذا مشروع ديال آملو ديال كاوكاو. نوريكم الطريقة، طريقة سهلة تحضير ويعمر الإنسان ويبيعه، واللي بغى يصوبه لوليداته والبيت ديالو كيفاش يصوب هاد آملو ديال كاوكاو. ساهل وكيجي لذيذ وطبيعي ومفيد للصحة ديالكم. هنايا عندنا ها كاوكاو 2 كيلو. بالنسبة للمشروع ثاني ساعة غيدير كمية كبيرة، تاخد الطريقة ديال التحضير إن شاء الله والصنع. عندنا 2 كيلو حمرناها وكيدار الجلود ديالو إن شاء الله، غادي نوريكم كيفاش تطحنوه إن شاء الله. تكون عندكم هاد الماكينة هادي، الآلة هادي، هيا كاين آلة كبرى من هادي. سالي بدا بهادي صغيرة وبدا يصوب إن شاء الله في هذا، ويرد المشروع وعمرو في القريعات ديالو. وإن شاء الله دابا غنعطيكم دابا طريقة تحضير هاد آملو كاوكاو. وعندنا إن شاء الله غادي نعطيكم إن شاء الله في هاد البرنامج رمضاني بإذن الله عز وجل فوائد الخروب، كنتكلم عليها فوائد الصحية. لا إن شاء الله نعطيكم تصوبي الشوكولات، هذا للفطور، وغادي نصوبيه شكلاط اللي غيتكال عادي وغادي يكون مجفف. عندنا هنا الخروب غادي نحمروه، هو محمر ومطحون، هو كيجي بحال الكاكاو طبيعي. وغادي نحمرو الخروب، نوريكم الطريقه كيفاش يتحمر الخروب ويطحن بالعظام ديالو. وعندنا الزبده والحليب المجفف كما كنقولوا غبره، وزيت الزيتون والعسل. واللي بغى يدير شويه يدير السكر، ما عندوش العسل كيتصاوب حتى بالسكر. وهاد هاد المكونات كامل ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديالو باذن الله عز وجل. كيجي لذيذ وصحي، شوكولات بالخروب ان شاء الله. تابعوا ان شاء الله، خلي غادي نديروا لي فيديو ديالو خاص به. دابا ان شاء الله غادي نمشيو على بركه الله، غادي نبداو غادي نطحنوا كاوكاو. بسم الله، انا غادي ندير معكم داكشي التقليدي عادي. بسم الله، دابا ان شاء الله هانتوما خصو يطحن تيولي يطلق الزيت ديالو. خصو يطحن مزيان باش كيجي منو املو بحال هاد الشكل هذا، كيجي املو بحال هاد الشكل. ها هو صوب عندي هنايا، ها هو كيفاش كيطلق الزيت. كنحاولو نحبطوه بحال هكا وكيجي رائع. نحيدو هادشي هنا باش يبدا عاود يطحن. خصنا نعاودو في الطحين حتى يولي بحال الزبدة، يطلق الزيت ديالو باش كيجي بيه املو ممتاز. نعاودو بسم الله، هاهو هو طحن دابا مزيان ان شاء الله. دابا غادي ان شاء الله نديرو هنايا ونبداو نطحنو حتى نكملو كامل. هو جيلو كيفاش طحناها، طحن مزيان تطلق الزيت ديالها كيما الانسان اللي بغى يدير مشروع ويترزق فيه الله سبحانه وتعالى ويدير تيكيت ويدير. كاين ان شاء الله غنديرو دابا العسل، ليمون، وكاين اللي بغى يدير السكر ماشي مشكل. اللي بغى يدير السكر ما عندوش القدره يشري العسل يدير السكر. انا كنديرو واحد تقريبا واحد 200 غرام حتى 250 غرام ديال العسل باش من وكاين اللي يدير زيت زيت نباتي ماشي مشكل. بسم الله، ندير تقريبا واحد 150 غرام ديال هذا وغادي نطحنو وغادي نشوفو كيش غادي يجينا. بسم الله،
نديرو واحد شويه الزبده السلام عليكم. ها هو دابا الحمد لله ها هو خلطناه 2 كيلو ديال الكاوكاو تقريبا 100 غرام زبده وتقريبا واحد نص سيترو ديال الزيت كما قلت لكم زيت زيتون او زيت نباتي اللي بغى يدير التاجر فيه على حسب يقول يشرح للناس هذا فيه زيت نباتي وهذا فيه زيت زيتون والعسل الليمون تقريبا واحد 150 غرام هنا عندنا 2 كيلو كاوكاو اذا ديك الساعه يبدا واحد الكميه 5 كيلو ولا 10 كيلو ونديرها في قرعي بحال الطريقه وطحنها ما شاء الله شوف كي جا نديرو في قرعي ديالنا بسم الله جا خاطر هو ما شاء الله هو املو ديال الكاوكاو كما قلت لكم ان شاء الله اللي بغى يتاجر فيه هي 2 كيلو ديال الكاوكاو عطاتنا 3 كيلو 3 كيلو تقريبا طلعت علينا بكل شيء مكونات طبيعيه بالعسل ديال الليمون والزيت الزيتون 120 درهم 120 درهم بالكاوكاو مزيان 3 كيلو يسالي يدير من واحد الكميه في نص كيلو ويبيع ويرزق الله وللناس اللي بغى يصاوبوا في البيت ديال وليداتهم راه صحي راه مغذي ومقوي ومفيد وغالب الالياف الغذائيه كاوكاو بهذه الطريقه هذه الفول السوداني هو هذا هذا هو شفت ما شاء الله كيجا خاطر هانت ما شاء الله ها هو ما شاء الله حاولوا ان شاء الله كنوريكم الطرق هذه ان شاء الله حاولوا تطبقوها في البيت ديالكم الفطور وان شاء الله في شهر رمضان المبارك يسال يبقى يتسحر به وليد يحطو في الوجبه ديال الفطور وكيطلع ممتاز كيبقى استعملوه ان شاء الله ان شاء الله في الحلقه الاخرى ان شاء الله ترقبوا تسناونا ان شاء الله غادي نعطيكم طريقه الشوكولات بالخروب مكونات ان شاء الله بالشوكولات مثل نيتولا وشوكولات مجفف هذا ان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش تستعملوه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.